صباح النور مشاهدينا. عام جديد بدأ على أمل أن يحمل معه انفراجات للقطاع السينمائي. من الأفلام التي شاركت في مهرجانات عام 2020 الفيلم الوثائقي الجزائري جزائرهم دار ألجيريا للمخرجة الجزائرية الفرنسية لينا سويلم. لنعرف تفاصيل أكثر عن الفيلم نستضيفها معنا عبر سكايب من فرنسا. صباح النور. صباح النور، كيف حالكم؟ كيف مرحبا. حالك؟ كل عام وانت بخير، ان شاء الله العام يحمل معه انفراجات ونقدر نشوف الفيلم باماكن مختلفة. تقررين العودة عبر هذا الفيلم الى ذاكرتك وذاكرة 60 عام من الهجرة الجزائرية لتكتشفي ماذا؟ عن طريق الفيلم حاولت اربط ستة وسيدة عايشة ومبروك مع الماضي تبعهن، عشان هن وصلوا على فرنسا بالخمسينات من الجزائر، وبنفس الوقت حاولت أربط نفسي مع هويتي الجزائرية ومع تاريخ الجزائر الجماعي، عشان أنا انولدت بفرنسا مع كمان هوية فلسطينية وهوية جزائرية، بس دايما كنت أحس إنه هويتي الجزائرية ما بعرفها كفاية، وكنت أروح كتير على فلسطين بس ولا مرة كان عندي اتصال مع الجزائر يعني. وكبرت وأنا أسأل حالي إيش قصة سيدي وستي من الجزائر، عشان هن ولا مرة حكوا لنا قصتهن ولا تاريخهن. ما كنتش عارفة بالضبط من وين هن بالجزائر، وما كنتش عارفة كيف الاستعمار أو الحرب أثر عليهن، ودايما هذا الصمت يعني كان يربكني بس كنت متعودة عليه. وفجأة قبل 4 سنين سمعت إنه انفصلوا عن بعض بعد 62 سنة مع بعض. بهذا الوقت ستي كان عمرها 80 سنة وسيدي كان عمره 85 سنة، واكتشفت انه ما بعرف شي عن قصتهن، ما فهمت ايش صار بيناتهن. وبهاي المرحلة قررت اخذ كاميرتي وابدأ اصورهن، ومن خلال الفيلم اكتشفت انه هذا الصمت مربوط بقصة هجرتهن وانسلاخهن عن الجزائر. كم استغرق العمل على الفيلم؟ بلشت أشتغل على الفيلم ب 2017 واشتغلت تقريبا 3 سنين. كنت أكتب وأصور وأمنتج وأعمل بيتش كمان بمهرجانات، يعني كان عندي كتير تشانس لأنه كان عندي دعم كبير في العالم العربي وفي أوروبا عن طريق ورشات فنية وجوائز. وخلصت الفيلم بشهر 4 ب 2020، بس بعدين وصل كورونا والوضع كان صعب. لكن رغم كورونا قدر الفيلم يشارك بمهرجانات، يعني أمر جيد. كيف أقنعتي جدك وجدتك بالتحدث أمام الكاميرا؟ الصعوبة بهذا الفيلم ما كانت أنه أجيب كاميرا وأنه أصورهن، الصعوبة كانت أكثر أني أقدر أكسر الصمت يعني. عشان هيك أديت وقت طويل معاهن، عشان يعني لحد ما قدرت أطلع منهن شوية كلام. ومع ستي كان سهل، عشان من أكم من سنة كنت أقولها دايما أنه راح أجي أصورها، ولما جيت أصورها كانت مبسوطة أنه نقضي وقت مع بعض، وكانت تحكي معي بشكل طبيعي وترد بشكل طبيعي، بس كتير مرات كانت تجاوب بأنها تضحك وتحكي وتبكي بنفس الوقت. ومع سيدي كان كتير أصعب، عشان يعني كان صعب علي أكسر الصمت تبعه، وبالأول ما كانش يجاوب وما كانش يحب بالمرة يحكي عن الماضي تبعه، بس شوي شوي يعني بالأول كنت كتير خايفة إنه ما يحكي معي، بس بالآخر انفتح شوي شوي. هل عرفتي ما سبب الطلاق بعد كل هذه السنوات؟ يعني في كتير أشياء اللي عرفت، بس في بعد في أشياء اللي ما حكولي، وفهمت إنه في أشياء اللي راح يضلوا مخبئين بالصمت. تدخلين إلى ذاكرة المهاجرين الجزائريين في مدينة تير الفرنسية من خلال قصة أجدادك، لكن هل قصصهم مشابهة؟ بفكر قصة سيدي وستي هي كمان قصة كتير مهاجرين من الجزائر، عشان سيدي زي كتير رجال من الجزائر بسنوات الخمسين هاجر على فرنسا وكان عمره 19 سنة، واجى عشان يشتغل
يبعت مصاري لأهله اللي ضل بالجزائر، واشتغل بمصنع سكاكين وما نجح يرجع على الجزائر، وكل حياته حمل عقدة الهجرة، وما كان يعني ما كانش عنده خيار بحياته صراحة. وست نفس الاشي، يعني زي كتير نساء من الجزائر وصلت على فرنسا بجيل 17، ما كانت تحكي فرنسي، ما كانت تعرف حدا، وبنت عيلة مع شخص اللي ما بتعرفه عشان تجوزوا بلا ما يعرفوا بعض، وكمان ما كانش عندها خيار يعني بحياتها الشخصية. وبفكر كتير جزائريين مرقوا هاي الصعوبة، يعني صعوبة الهجرة، والصمت موجود في كتير عائلات، وبفكر هذا الصمت كان سبب كبير انهم ما نقلوا تاريخهم للأجيال الأصغر. والجيل الجديد، جيلي أنا، بده يفهم من وين جاي عشان يعرف لوين رايح. ما هي أكثر المشاهد التي أثرت فيك خلال تصوير الفيلم؟ أو من الأرشيف الذي استحصلتي عليه؟ في كتير مشاهد اللي أثرت فيي، بس ما أقدرش أحكي لكم كل شيء عشان لازم تشوفوا الفيلم أحسن. مشهد واحد مميز. لا، أصعب شيء كان علي لما بديت أسأل سيدي وستي عن أهلهم. في يعني مشهد مع ستي ومشهد مع سيدي اللي بنحكي عن أبوهن وأمهن، وحسيت قديش هذا السؤال بالنسبة لإلهن كان صعب، لأنه حتى بجيل 80 سنة كان واضح قديش الانسلاخ تبعهن عن عائلتهن كان صعب عليهن، وهذا إشي كتير يعني كتير أثر فيي. وفي كمان مشهد مع سيدي اللي أثر فيه كتير، لما فرجيته صور بلده بالجزائر، البلد اللي ترك لما كان عمره 19 سنة، وابتسم لأول مرة بالفيلم، وبفكر بحياتي كمان أول مرة شفته هيك، وأثر فيه كتير إنه أشوف ردة الفعل بوجهه. للأسف الهجرة تلاحق العرب أينما كانوا، وحتى غير العرب بكل بلدان العالم. شكرا لك لينا، ونوجه تحية لوالدتك من خلالك، هي هيام عباس الممثلة الفلسطينية، وبالتوفيق، على أمل أن نرى الفيلم في 2021 بالصلاة. هل سيكون له نصيب أن نراه قريبا؟ الإشي الوحيد اليوم عم نستنى أنه تفتح قاعات السينما عشان نقدر نشارك الفيلم مع الجمهور بمهرجانات بالعالم العربي بأوروبا. عندنا موزع بالعالم العربي ام سي ديستريبيوشن اللي من لبنان، وعندنا موزع بفرنسا كمان، وان شاء الله نقدر كمان نشارك الفيلم مع الجمهور الجزائري عن قريب ان شاء الله. شكرا لك، شكرا كثير.